نحن هلأ موجودين بسنترال هول تبع الطابق اللي هو البهو المركزي والواجهة الشمالية كان عندها هودي ثلاث قناطر اللي هن element, iconic element بال traditional Lebanese house وكانت تبقى دايماً عم بتطل على البحر. أنا معلم حجر محمد ناسان المحمود أبو ناسان بشتغل بهالحجر صار لي من 2002 جينا لهوني مهدم الواجهة كلها القناطر نازلة السفورة نازلة البلاط كلها خالص وصينا على صخر أخذنا قياسات السفورة القديمة عملنا طبعة للسفورة القديمة ونحتنا على نفس السفورة Furthermore, the anchoring will cut the moment. 18 millimeters threaded rod stainless steel. To make sure he's very well anchored. Stainless steel. كمان راد رح يكون عندنا شميزاج كونكريت معمول من قبل رح نستفيد منه كمان يكون عندنا تيش فايتة بالكوربل وطالعة ومشاركة بالبيتون كمان لجوا بعد ما ثبتنا الصفورة كان عندنا خلل طبعا بالحيطان احنا صلحنا الخلل حطينا بلنجو لانه المكان بعيد محل ما كانوا البلاطات عذبنا فيهم لقدمناهم وبالبلنجو رفعناهم لمستوى محل ما بدنا نركبهم وركبناهم ورجعنا طلعنا بالركائز محل ما بده يطلعوا العواميد ركبنا الركائز وثاني يوم طلعنا بالعواميد الحجر تبع القناطر الثلاثة اللي ضل من بعد الانفجار نحط على الارض بنفس الرسمه طبعا الاساسيه تبع القناطر لحتى هلا بس يبلشوا يعملوا حفات القناطر يقدروا يتحوا يعني يكون معهم الطبعه على كيف شكلهم القناطر واخذنا طبعه لعملنا البيكار خشب زاويد وصرنا نصف الحجار عليها صف الحداد العربية لها حيز مهم كمان بهالمشروع وبنقدر نشوفها من خلال دربزينات البلكونات اللي هي مميزة بتفاصيلها وبالموتيفز اللي انعملت فيها والجدير بالذكر انه بالفترة اللي تعمر فيها البيت بعد ما كان في تلحيم للحديد فبالتالي كل هودي العناصر مبشمة